في الحقيقه الغياب ديالي مرتبط بالغياب ديال واحد الجميع ديال الفنانه، ماشي انا بوحدي اللي غايب. ما انا غنشرح العمليه اكثر باش يفهموها الناس، وان واحد رساله ملكيه كنذكر فيها الملك خريطه الطريق ديال الاشتغال ديال الفنان، وكنتكلم على الفنان اشنو هو الفنان واشنو هو العمل ديال الاشتغال ديالو واش خاصو يدير. غير باش نوضح واحد القضيه لجلاله الملك الله يحفظه ونجي من الحرم اللي دايرين به، ونوضح للمغاربه كاملين اشنو واقع. بكري كان الفنان هو اللي كيعطي البروجي لا تيليفزيون وكتعطيه لاكورد الداخليه وكيشتغل عليه، لان كان الداخليه هي اللي شاده الاعلام وكيشتغل، هو اللي كيجيب الفنانه، هو اللي كيوقف وكيصرع على العمل. من بعد من 2001 بدا العريشي كمدير عام ديال الشركه الوطنيه اذاعه وتلفزيون، تبدل كل شيء لان المدير العام شنو دار؟ قال ما نبقاوش نتعاملوا مع الاشخاص العينين يعني الفنانه، خصنا نتعاملوا مع الشركات، وفرخوا شركات ولاو لي بروجي والدعم ديال الانتاج الفني كامل كيتعطى لدوك الشركات. وهذوك الشركات اشنو كيديروا؟ لانهم خاصهم يربحوا كيجيبوا ناس ما عندهم حتى علاقه بالدومين باش يربحوا فلوس اكثر، وكيقولوا حنا كنشجعوا الفنانه وكنشجعوا الشباب، وكيجيبوا واحد جوج الفنانه ولا ثلاثه الفنانه اللي كيخدموا بثمن قليل وكيشتغلوا بهذه الطريقه. يعني الفنان اللي عنده هويه وعنده انتماء وعنده مرجعيه وعنده افكار همشوه. علاش؟ لان كيخدم وباغي اعمال تكون في المستوى وباغي العمل يكون جيد. انا راه ماشي غير ممثل، انا كرياتور ديدي. يعني ملي كنمشي لا تيليفزيون باش نحط البروجي ديالي نخدمو انا بالتصور كيف بغيتو انا، تيقول لك حنا ما كنتعاملوش مع اشخاص عينيين، سير دفعوا للشركه والشركه هي اللي تجي تعطينا البروجي وحنا نقبلوه. ملي كتعامل تمشي عند شركه كتقول لك حنا عندنا دي بروجي ديالنا وعندنا كيفاش كنخدمو، وانت الا دفعتي بروجي قبلوه تيقول لك صافي انا حنا ناخذ البروجي خدمو كيف ما بغينا وسير انت الله يعاونك نخلصوه فيه. كاين كتاب كيدفعوا اعمال فنيه ديالهم، وداك الاعمال الفنيه كتشد وكيجي واحد الناس ما عندهم حتى علاقه بالتمثيل او فنانه اللي معروفين او فنانه متوسطين اشنو كيقولوا؟ ما كيقدروش يحافظوا، يقولوا ما عرفتش غدير، غنبينوا هنا، غنغيروا هنا، غنصوبوا هنا. كيولي العمل كله مبدل، كيولي الكاتب كاتب عمل، ومن كيدوز في لا تيليفزيون كيولي عمل واحد اخر ما عنده حتى علاقه بداك الشيء كتب. وحتى الاشكاليه اللي كاينه خطيره جدا هو ان نوعيه المواضيع اللي كيتكلموا عليها وكيحطوها وكيشتغلوا عليها توصي الى الهويه والانتماء. ملي كنولي كنشجعوا الدريه تدخل صاحبها والدري يدير اللي بغا، وكنوريو ان هاد الاطفال اللي طالعين كنربيهم على انهم يكونوا علمانيين، راه يوصي الى الوطن والى الهويه والانتماء. انا ضد هاد الافكار هادي، وهادي الاسباب اللي كتخليني انا مع خطك كيعيطوا لي وكنرفض نشتغل، لان ما كنبغيش نشتغل في اعمال اللي توصي الى الوطن وكتوصي الى الهويه والانتماء. انا كنبغي الافكار ديالي والمشاريع ديالي والاعمال اللي هي عندها صيغه وطنيه وعندها افكار ثقافيه توصل للمواطن ويستفد منها. الفنان خاصو يكون واحد نوع ديال التواطؤ بينه وبين الدوله باش اننا نصلحوا هذا المجال، نجلسوا في ارضيه ونقولوا كل عام ها السياسه العامه اللي خاصها تكون في هذه البلاد، ويشتغل عليها الفنان ويشتغل عليها الكاتب والتقنين، ونديروا اعمال في المستوى. على مستوى السينما المخرجين عندهم، كل مخرج عنده واحد لاكليك ديالو، يا تمشي معاه في عقليته، يا تمشي معاه في التوجه ديالو، يا كتمشي معاه في اسلوبيه تخدم معاه بالشكل اللي بغا، ولا الله يعاونك.